لو عايز تبقى كبير يبقى تشغل مخك قبل عضلاتك وتشوف مشاكلك فين وتحاول تصلحها، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتتحسن يوم ورا التاني. والمغرب بقى يا صديقي يشغلوا مخهم وعضلاتهم وكل حاجة عندهم عشان يعملوا منتخب محترم. ولما تحط قدامك منافسين زي إسبانيا وبلجيكا وهولندا يبقى انت كده بتلعب بليفل الوحش، يا تديله الضربة القاضية في الحتة الفاضية يا إما هو هيعمل لك فينش ويجيبك أرض أرض. واللي شفته أنا وإنت في كأس العالم اللي فات ما كانش صدفة، ولا المسؤولين في المغرب ناموا وصحيوا لقوا عندهم جيل عالمي، لا 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 لا، دي قصة وحدوتة فيها الآلاف من الشباب المغاربة اللي تعبوا واشتغلوا لحد ما حققوا المعجزة في مونديال قطر الأخير. مين فينا كان يحلم يشوف بلد عربي بيوصل نص نهائي المونديال؟ هو في الحقيقة إن كلنا عندنا الحلم ده، لكن محدش اشتغل عليه وصدقه غير إخواتنا أسود الأطلس بالمغرب. فتعالى بقى كده أحكي لك الحكاية من طقطق. السلام عليكم. بس خليني كده أسألك سؤال، في 2 لعيبة مغاربة كسبوا دوري أبطال أوروبا، انزل بقى حالا في الكومنتات وقولنا مين هم. صحيح قبل ما تنزل أنا بتحداك تنضم لكتيبة المبهرين بأنك تحاول تعمل لايك بالمناخير، ولو بتشوفنا من اليوتيوب اشترك بالقناة وفعل أم زر الجرس، أما لو بتفيسبوك ففولو لايك وشير علشان ما تفوتش محتوانا الخطير. ويلا بينا على التقرير. في سنة 2004 وصل منتخب المغرب لنهائي أمم إفريقيا ضد تونس ويخسر أسود الأطلس اللقب بهدفين مقابل هدف، وبعدها تدخل الكرة المغربية في دوامة، فشل في تحقيق أي إنجاز بكأس أمم إفريقيا، وكمان الفشل في التأهل لكأس العالم. وهنا ناس في المغرب وقفت وشافوا الوضع السيء وقرروا ياخدوا خطوات علشان يصححوا الأوضاع دي. إخواتنا في المغرب بطبيعتهم شعب بيعرف يتأقلم على الظروف الصعبة، وبنشوف عدد كبير منهم بيهاجروا لأوروبا، اللي بيروح إسبانيا وفرنسا وجزء بيطلع على هولندا وبلجيكا وغيرهم من البلدان دي وبيستقروا هناك وبيعملوا أسرة. فبنشوف الأجيال الجديدة من المغاربة بيطلعوا بجنسيتين، جنسية مغربية والتانية هي جنسية البلد اللي عايشين فيها. طيب، وكان دايما أي لاعب بيطلبوا منتخب فرنسا أو إسبانيا بيروح لهم، وبيضيع على المغرب تكوين منتخب مرعب. خد عندك مثلا زي مدافع صاحب الأصول المغربية عادل رامي، لاعب ميلانو فالنسيا، كان واحد من لاعبي فرنسا في مونديال 2018 وخسر منتخب المغرب فرصة ضمه لما ظهر اهتمام من منتخب فرنسا، وده يعني كان طبيعي، يعني لو بصيت لحجم المنتخبين بديهيات. ونفس الكلام حصل مع خالد بلحروز لاعب منتخب هولندا واللي عنده أصول مغربية، لكن فضل يلعب مع منتخب الطواحين في جيل 2010 بالرغم إن الثنائي ده لو لعب مع المغرب كانت ممكن نتائج أسود الأطلس تتحسن بشكل ملحوظ. وعلشان ما نطولش كتير في اللعيبة اللي اختارت منتخبات تانية على حساب منتخب المغرب، خليني أقولك كمان على اسمين بس، والاتنين اللي اختاروا المنتخب البلجيكي هما مروان فيلايني وناصر الشاذلي، واللي كانوا من التشكيل الأساسي البلجيكا في الفترة الأخيرة. وتقول بقى اشمعنى الاتنين دول؟ يعني أقولك لأن ناصر الشاذلي بالفعل راح المغرب ولعب ماتش ودي مع المنتخب، لكن بعدها قرر يلعب لمنتخب بلجيكا. أما مروان فيلايني فهو اللي عرض نفسه على المغرب في بداية مسيرته، لكن مدرب المغرب وقتها ما اقتنعش بيه ورفض يضمه لأسود الأطلس علشان بعدها يبدأ مسيرته مع بلجيكا، ونجح انه يكون ثالث العالم في مونديال 2018. ومن الأمثلة اللي فاتت دي بدأ المسؤولين في المغرب انهم يشتغلوا على عيوبهم ويقرروا يصلحوها ويطوروها، وكمان بدأوا يبصوا على نقط الضعف دي اللي هتتحول بعد كام سنة لنقط قوة، يعني شغل علمي 100%. اول مشكلة هي كانت في اقناع اللعيبة المغاربة اصحاب الجنسيات التانية، كانت ان مستوى الملاعب المغرب مش قد كده، يعني ما ينفعش لعيب زي ابراهيم دياز يكون بيلعب في ريال مدريد ويروح المغرب يلاقي ملاعب تعبانه او مفيش اجهزه استشفاء وادوات تدريب حديثه، ودي كانت الجزئيه الاسهل، وخصوصا مع تسهيلات القيادات الرياضيه ومساعدته للجمعيه المغربيه اللي هي تعتبر اتحاد الكوره يعني. طيب، لكن المشكله الثانيه بقى صديقي كانت ازاي تقنع لعيب بالفعل جاي له منتخب اسبانيا مثلا بجداله ادرو، يعني ازاي تقنعه انه يرفض الماتادور ويروح يلعب مع منتخب افريقي عمره ما عمل انجاز في كاس العالم قبل المونديال الاخير يعني، وكمان اخر مره كسب فيها بطوله افريقيا كانت من 50 سنة، حاجه طبعا صعبه لو تفكر فيها. علشان يقرر مسؤولين الجامعه المغربيه انهم ينشروا كشافيهم ولاعبيهم السابقين في كل شبر جوه أوروبا، دوريات الدرجة الأولى والتانية والتالتة، أي لاعب عنده أصول مغربية بقى بيتحط تحت الميكروسكوب ويتابعوا خطواته ومبارياته، ويبدأوا في التواصل معاه هو وأسرته وأولاده، ويقدموا لهم دعوات علشان يزوروا المغرب. والكلام ده بيتعمل على كل اللعيبة المغاربة في كل الفئات العمرية، والتركيز بيكون على الشباب الصغير أكتر من اللعيبة الكبار.
طب حلو كده، هما بدأوا يطوروا منظومة الكشف عن اللعيبة المواهب اللي موجودين في أوروبا. طيب ولادنا بقى اللي في المغرب هنطورهم إزاي؟ الإجابة كانت أكاديمية محمد السادس اللي بقى يتصرح رياضي عالمي قادر يجذب أنظار العالم، ملاعب نظيفة ومدربين على مستوى عالي وأساليب حديثة للتدريب وتطوير المواهب من سن 8 سنين. والنتيجة كانت وجود لعيبة بقى نجوم للمنتخب الأول في مونديال قطر 2022 اللي فات، ابرزهم هو عز الدين اوناحي لاعب اولمبيك مارسيليا الشاب واللي قدم اداء رائع في الادوار الاقصائيه، وكمان المدافع نايف اكرد لاعب ويست هام، ويوسف النصيري مهاجم اشبيليه وصاحب هدف التاهل التاريخي ضد منتخب البرتغال، وكمان واحد زي وليد الرجراجي مدرب المغرب كان له دور في اقناع اللاعبين الشباب بتمثيل المغرب قبل حتى ما يكون مدرب المغرب. خد عندك اقنع اشرف حكيمي اللي قرر يمثل منتخب المغرب قبل ما يتم 21 سنه، وقتها حكيمي كان موجود في ريال مدريد، واللي عمله الرجراجي مع حكيمي هو اللي عمله حكيمي مع ابراهيم دياز عشان يقنعه يسيب اسبانيا وينضم للمغرب. ولو بصيت في قائمه منتخب المغرب للمباراه الوديه ضد انغولا وموريتانيا هتلاقي اسم جديد كده كان مفاجاه كبيره، الا وهو يوسي او يوسف الخدام، وهو الظهير الايسر لفريق الشباب في ريال مدريد. ونفس الموضوع مع ادم ازنو لاعب بايرن ميونخ وسليم الاشباري لاعب اتلتيكو مدريد. ونتيجه لكل المجهودات دي هتلاقي ان 14 لعيبه من قائمه المغرب في مونديال قطر كانوا مولودين بره المغرب اصلا، وعلى فكره ده كان اكبر رقم للعيبه مزدوج الجنسيه بين ال 32 منتخب المشاركين في المونديال. يعني مثلا ياسين بونو حارس المغرب ونادي الهلال السعودي حاليا ده اصلا مولود في كندا، حكيمي مولود في مدريد، سفيان مرابط مولود في هولندا، وسفيان بوفال مولود في فرنسا. وعشان الخطه تبقى مظبوطه 100% الناس في المغرب ما وقفوش عند الملاعب والكشافين وبس، لا دول بداوا يتواصلوا مع اهالي لاعبي المغرب وخاصه امهاتهم وحاولوا يقنعوهم بالفكره قبل ما يقنعوا اولادهم، وتقدر تشوف ده بسهوله في صوره احتفالات لاعبه المغرب مع امهاتهم في المونديال الاخير. وبالاحتفالات دي هتلاقي كل امهات لاعبه المغرب محتفظين بزيهم واصولهم المغربيه، وطبعا ده بسبب نشاه اللعيبه دي في بيئه متمسكه باصولها العربيه والمغربيه، وده طبعا بيخلي اقناعهم اسهل واسهل. وكجزء يعني من رد الجميل للمسؤولين في المغرب هتلاقي ان بعض اللعيبه دي اتبرعت بالمكافئات اللي حصلوا عليها في المونديال الاخير علشان يساهموا هم كمان ماديا في تطوير الكوره في المغرب، وعلى راسهم حكيم زياش نجم المنتخب. وعلى المستوى المعنوي فكل لاعب عنده الجنسيه المغربيه حاليا هو سفير لبلده في اوروبا، واي لاعب عليه القيمه عنده اصول مغربيه بيحاولوا يتواصلوا معاه ويقنعوه انه يمثل المغرب ويبلغوا المسؤولين في الجامعه المغربيه علشان هم كمان يعملوا دورهم واللاعب ده يكون جزء من اسود الاطلس في المستقبل. ونتيجة لكل ده لو دورت هتلاقي ان عدد محترفين المغرب بقوا اكتر من 1000 محترف. انت فاهم قد ايه الرقم ده مرعب؟ ده اكتر من عدد المحترفين اللي في كل الدول العربية تقريبا. المهم صديقي، اللي عمل منتخب المغرب ده روشتة وعلاج لاي بلد عربي شقيق عايز يطور من نفسه. ابدأ اشتغل على المواهب بتاعتك وحاول توصل لهم وهم لسه شباب عشان اقناعهم يكون اسهل. ولو ما عندكش محترفين اشتغل على الملاعب والبنيه التحتيه بتاعتك جوه بلدك، وكمان اشتغل على الموارد البشريه وتطوير المدربين وخاصه مدربين الفئات السنيه الصغيره، وده بدوره هيطور اللعيبه الشباب عندك وهيحسن مستوى الكره في بلدك بالتدريج. انت بس اللي عليك تحط البذره وتسيب العجله تدور وتشغل نفسها بنفسها، وصدقني انت كسبان. والحد هنا انا خلصت، لكن انت لسه دورك مستمر. انزل دلوقتي حالا قول لي في الكومنتات انك مبهر وانضميت لكاتبه المبهرين عشان قدرت تعمل لايك بالمناخير وشير لو انت على الفيسبوك، واشترك في القناه على اليوتيوب، اوعى تنسى تفعل ام زر الجرس، وما تنساش تجاوب على سؤال فيديو النهارده، مين هم اللعيبه الاثنين اللي من المغرب اللي فازوا بدوري ابطال اوروبا؟ يلا اشوفك بكره فيديو جديد والى اللقاء.